هذا البودكاست بتيتو باش نبارطاجي معكم أجوبة الأسئلة حتى واحد ما كيعرف لها الجواب. كلنا كنطرحوا أسئلة على خبايا الكون، يلا اكتشفوا جميع بعض الأجوبة المحتملة على تلك الأسئلة. 3 2 1. الهدف أو الغاية من الحياة، موضوع اللي كنا كيتحبنا بلا عندنا له جواب، ولكن شنو إذا قلت لكم أن حتى واحد فينا ما عنده جواب صحيح؟ بكل بساطة الغاية من الحياة موضوع ماشي مطلق، أي ما يمكنش يكون عندنا كلنا جواب صحيح، ولكن بالنسبة للكون الهدف من الحياة هو إتمام مهمة النجوم. ولكن قبل ما نعرفوا كيفاش النجم كيقدر يعطينا كائن حي، اجي نطرحوا بعدا تساؤلات على اشنا هي الحياة. واش كاين هدف للحياة ديالنا؟ الا ما كناش واش غتغير شي حاجة في الكون؟ وعلاش اصلا حنا كاينين؟ باش نجاوبوا على هاد التساؤلات اجي نرجعوا شوية لاساسيات الكيمياء. الكون كيف ما كنعرفوا مكون من هاد العناصر اللي مرتبة في هاد الجدول. الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، أول عنصر هو الهيدروجين، وهو العنصر اللي كيكون النجوم، الشمس ديالنا والنجوم الأخرى اللي كتبان نفس ما في الليل. الهيليوم ثاني عنصر كيتكون كناتج لتفاعل الهيدروجين داخل النجوم. العناصر الأخرى كتكون في قلب النجوم. فاش كيموت النجم إطر ظاهرة السوبرنوفا، هاد العناصر كلها كتنتصر في الفضاء، كتعرض لجاذبية النجوم الأخرى باش تكون كواكب كتدور على ديك النجوم. فاش كنرتبوا العناصر الكيميائية اللي كاينة في ديك الكواكب حسب النسب المئوية، كنلقاوها كتترتب بحال هكذا: الهيدروجين هو الأول، ثم الهيليوم، من بعد الأكسجين والكربون، ثم الأزوت. أجي نشوفوا دابا العناصر اللي كتكون الحياة. من غير الهيليوم اللي كيتعتبر غاز نادر وصعيب يدخل في التفاعل باش يكون عناصر اخرى، كنلقاو ان الذرات اللي كتكوننا هي الهيدروجين اولا، من بعد الاكسجين، عاد باش الكربون والازوت، بل اكثر من ذلك. فاش كنقلبوا في الجدول على اكثر عنصر يمكن ليه يتفاعل مع عناصر اخرى باش يقاد مواد عضويه اللي بدورها كتشكل الحياه، كنلقاو هذا العنصر هو الكربون. هادشي في شكل ياك. هاد الاحصائيات كنستنتجوا منها ان الحياه ماشي شي حاجه نادره، ولكنها نتيجه لظواهر كونيه قابله للقياس والدراسه العلميه والنظريه. وما دام اننا مكونين من الكربون وماشي من شي ايزوتوب نادر ديال البيزموث، فاننا ماشي مميزين في الكون، حنا جزء منه. ولكن الا كانت الحياه ماشي شي حاجه نادره في الكون، علاش ما عمرنا لقينا كائن خارج كوكبنا؟ بكل بساطة البحث عن الحياة ماشي بالأمر البسيط. بكل التقنيات اللي عندنا اليوم والأجهزة، فإننا مازال ما كنقلبوش بعيد. بحال شي واحد عز عينات من البحر وكيقلب فيها على أسماك القرش. افتراض أننا مميزون أو أننا بوحدنا في الكون، ما هو غير نموذج للغرور الإنساني أو نتيجة للجهل ديالنا بالمحيط اللي كنعيشو فيه. غالبا غيكون شي واحد كيتفرج في الفيديو دابا كيقول إلا كان الوجود ديالنا ماشي شي حاجة مميزة، فعلاش كنحسو بوجود معنى لحياتنا؟ هاد السؤال ممكن يبان الجواب ديالو بسهولة إلا عكسنا السؤال: واش إلا ما كانتش لحياتنا معنى، واش غنبقاو أصلا عايشين باش نطرحو هاد السؤال؟ الجواب هو لا. نخلقوا معنى الحياة ديالنا هو الأمر اللي كيخلينا
وكيشبتنا بالحياة، وماشي بالضرورة يكون داك المعنى مطلق. فمثلا يقدر يكون تكون الغاية من الحياة بالنسبة لشي باطين هو اكتشاف الكون وخباياه، والآخرين هو إنقاذ حياة الناس، والبعضين الغاية هي الاستمرار والتكاتف في الأرض. خلاصة القول، الهدف من الحياة احنا اللي كنخلقوه، ويمكن يكون الكون وجدنا لهذه الغاية. هذه الوجود ديالنا شي حاجة جد محتملة، وبوجودنا الكون كيتحول من كون جامد لا واعي لكون مدرك وواعي.